سولف للسيد اللواء. السلام عليكم سيد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحد المنتسبين للحرس الجمهوري بزمن صدام. صار نعم. السقوط وصارت العالم تشرت وقلنا رحنا احنا وين؟ ما لنا أي أوليات. عادونا إلى قيادات وحدات، قيادات زين. منفردة. زين أنا زين. لحد هاليوم أروح على القيادات المنفردة يقول أنت راجع المحاربين، أروح على المحاربين يقول يابا أنت هروب، كاتبين عليك هادي أحمد عبود هارب. ليش أنا الوحيد أنا هارب؟ الجيش العراقي كله تنهزم بذاك الوقت، كله انهزم. عندي مناشدة إلى وزارة الدفاع، وعندي مناشدة إلى وزير الرعاية الاجتماعية السيد أحمد الأسدي. نعم. أنا أطالب من أحمد الأسدي أن يشوف حالتي، أنا رجال ضرير تقريبا، شوفوا الضرير. زين. وتسع عمليات للشبكة ها مال القلب. تسع عمليات قسطرة وياها شبكة. زين. ماكو معين بس الله. بس الله معيني. عرفت؟ وراتبي ما عندي دينار من عنده. ليش؟ ما عندي لا من الدفاع، وانا رجال مطوع من زمن صدام مطوع. عرفتنا لحد هاللحظه مطوعه اي مطوع، وانا من السمسكات كلها انفقدت بالحرق مال جسر محمد. انت مطوع لحد هاي اللحظه بوزارة والله الدفاع؟ اي والله لحد هاي اللحظه. اي وكاتبين علي بكتاب، طلع جاب لي اياه ولد مناك من الدفاع، طلع دزياع على الواتساب قال لي انت هارب. زين اكو بس اني هارب بالعراق؟ بس انا من الحرس الجمهوري. بخدمتك حجي، بخدمتكم احنا، بخدمتكم. هيا حبيبي ايه؟ انا احد المنتسبين من الحرس الجمهوري. نعم. زين الحرس الجمهوري ما بي احد هرب، كلها انهزمت، من صار انسحاب كلها انهزمت. هسه احنا ذاك الوقت راح. راح. زين انا لحد انا لحد الان دينار واحد من رواتبي ما علي. ما إلي. لا حجي حتى نحل مشكلتك اذا نقدر. نعم. عليها ان شاء الله. أي. انت حاليا هسه تداوم على وزاره الدفاع؟ ما داوم انا. انت متطوع؟ انا متطوع بالزمن صدام بالحرس الجمهوري. زين. من صار السقوط ها؟ راحت اولياتنا كلها راحت، فهمتني؟ زين. راجعت المحاربين، راجعت مطار مثنى من كانوا الامريكان، راجعت ثلاث معاملات اربع معاملات، روحوا تعالوا احنا نخابرك، ورحت وماكو شيء. رحت المحاربين؟ رحت المحاربين. يقولك هارب انت. مالك حقوق. زين ليش مو اني انا بس اني هارب؟ بس اني هارب؟ بس اسال بالله وزير الدفاع ها استاذ عباس. راح نتصلك على لواء ركن خضير مدير المحاربين 20 مره تسطى هنا راح نخابرك على لواء ركن خضير مدير المحاربين. انا اريد السيد احمد الاسدي يشوف حالتي وبس. انا السلام عليكم سيد اللواء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد اللواء هسه انت ويانا على الهواء، برنامجنا برنامج اصدار الشارع، انا خطاب القصاب. سيد اللواء اكو مشكله هنا وقال موضوع يم المحاربين، قلت له احنا نتصل لك باللواء ركن خضير مدير المحاربين، فاسمع قضيته سيد اللواء وشنو الاجراء. سولف لسيد اللواء. السلام عليكم سيد العزيز. عليكم السلام ورحمه الله. انا احد المنتسبين للحرس الجمهوري بزمن صدام. صار السقوط وصارت العالم تشرت وقلنا رحنا احنا وين؟ ما لنا اي اوليات. عادونا الى قيادات وحدات، قيادات زين. منفرده. زين انا لحد هاليوم اروح على القيادات المنفرده يقول انت راجع المحاربين، اروح على المحاربين يقول يابا انت هروب، كاتبين عليك هادي احمد عبود هارب. ليش انا الوحيد انا هارب؟ الجيش العراقي كله تنهزم بذاك الوقت، كله انهزم. زين. فانا ما عندي مسلسكات كلها احترقت من ضربه الجسر مال رتل مال الحرس الجمهوري يم جسر محمد مال بالبصره، احترقت كلها الاوليات. لا مستمسك عندي ولا بس الله مستمسكي. يقولوا جيب شهود. منين اجيب شهود؟ انا هسه لحد الان ضرير، يعني انا ما اشوف. عرفت؟ يعني حجي اي نعم حجي نعم عيوني تجينا المحاربين. نعم ايوه وان شاء الله نقوم لك بالواجب بكل الامكانيات المتيسره وتدلل علينا. الله يرضى عليك. احنا اهلك وناسك احنا نستوعبك. الله يرضى عليك. ايش وقت تجيك السيد العزيز؟ تجي السبت الاحد. اهلا وسهلا بك. شنو اسمك انت حجي؟ هادي احمد عبيد. هادي اسم المواطن هادي احمد عبيد. سجلته هادي احمد عبيد. اي والله الله يكون خاطرك الا طيب. الله يرضى عليك سيدي. أنا وسهلا بك. من اجي علي من اقول له من جاي علي من جاي علي من اقول سيدي العزيز؟ قول جاي على المدير العام. ماشي. قول لهم جاي على المدير العام لواء ركن خضير مدير المحاربين. ماشي ماشي ماشي. ماشي. سيدي اللواء شكرا لك وشكرا لتعاونك ويانا. ممنون اهلا وسهلا شكرا لتعاونكم. حياك الله حياك الله حياك الله سيدي اللواء حياك الله حياك الله.
طبعا مشاهدينا الكرام احنا اللي قاعد نقدر نحله بطريق اتصال حتى هاي الناس اللي موجوده والجهات اللي قاعد تتعاون ويانا مشكورين بتعاونهم معانا لنقل معاناة الناس، لنقل مشاكلهم، لنقل القضايا مالتهم، وانا بخدمة هاي الناس، انا بخدمتهم من انقل صوتهم هذا شرف الي والله العظيم، من اتواصل ويا الجهات المختصة بهذا الموضوع واتواصل ويا المواطن العراقي حتى اوصل صوتهم، حتى اوصل صوتهم.